برنامج نهارك سعيد. النهاردة 21/8/2013 عندنا سبق في هذه الفقرة، سبق إعلامي ما حدش عارف هذا الموضوع من قبل على وسائل الإعلام نهائيا، وده طبعا الفضل يرجع لضيفي ونقابة الفلاحين. بعت جواب معالي السيد الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نقيب الفلاحين، بعت خطاب تحية طيبة وبعد تقدم النقابة العامة بطلب إلى سيادتكم بالتخصيص قطعة أرض مساحة 5 أفدنة لكل أسر شهداء الأمن المركزي في رفح وعددهم 25 وعدد 2 مصابين. كان الرد امبارح على طول، الطلب ده كان يوم 20، نفس اليوم الرد عاجل من الإصلاح الزراعي أيمن المعداوي والدكتور علي إسماعيل للتنفيذ برجاء التكرم بالإطلاع والتوجيه طبقا للقانون. 5 أفدنة إن شاء الله لكل شهيد من شهداء رفح 25 وعدد 2 مصابين. ضيفي اللي منورني في الاستوديو وهو صاحب هذا الخطاب أو هذا التوجه وهو نقيب الفلاحين الأستاذ محمد عبد القادر. صباح الخير يا فندم، ونهارك يا رب زي الفل دايما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر حضرتك على المقدمة المحترمة، بشكر المؤدين والمخرجين والقائمين على هذه القناة المحترمة اللي هي بدأت تنزل في أعماق الريف وتجيب الناس الحقيقيين اللي يمثل الشعب المصري اللي بيتكلم بطبيعته من خلال هذا البرنامج المحترم. حضرتك زي ما انت شايف انا في الجواب ان الجواب ده حضرتك قدمته امبارح، وفي نفس اليوم الرد جالك انه موافقين بال5 فدادين. انا بس بعزي شهداء مصر اذا كانوا بتوع رفح او في كل مكان بيحصل فيه قتل وتمثيل بالجثة، ودي حاجة غريبة علينا ما حسناش قبل كده. نعم. يعني موجة عنف غريبة الشكل. احنا كلنا مصريين. نعم. وكلنا بنقول لا اله الا الله. انا اول مرة افاجئ بهذا العنف من جماعة يا رب يقوي الاخوان الارهابيين وزارة الداخلية في ان احنا فعلا نواجه هذا الارهاب. خلينا نشتغل بقى في البلد، نشتغل في ان احنا في طريق الى ان احنا يحصل استقرار ان شاء الله، لان احنا يبقى عندنا دستور ويبقى عندنا بإذن الله تعالى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة. حضرتك امبارح زي ما بعت الجواب ده وتوافق عليه، برضو قعدت مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية. خلينا نبتدي مع الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية. أنت اللي طلبت أنك تروح تقعد معاه؟ أنا طلبت موعد من كل الوزراء اللي هم في مصر حاليا. قعدت مع الدكتور أبو شادي أول امبارح. هذا الرجل ذو فكر عالي بعد مقابلته. أنا على فكرة راجل ماليش مصلحة عند حد، وأي واحد هيعمل حاجة لصالح هذا البلد هنقوله الحسنات بتاعته. تمام. أي واحد هيخطو لن نتركه. تمام. هو عنده فكر عالي، ويمكن هو من أسرة ريفية. اللي هو محمد أبو شادي اتكلم معايا إزاي أنا زود دخل الفلاح كويس، والمنظومة اللي هو اتكلم عليها لو طبقها فعلا هزيد دخل الفلاح ما يقلش عن 30%. بمعنى تعلم جيدا حضرتك ان وزارة التموين في مجموعة من الشركات هي اللي بتورد لي وزارة التموين او هيئة السلع التموينية. تمام. الرز والاقماح والمستلزمات والزيت والحبوب والكلام ده كله. كويس. والراجل اتفق معانا قال لحاج محمد ليه ما نجيبوش المنتج من الفلاح مباشر من خلال النقابة الى وزارة التموين، يبقى انا الوسطة اللي هم في النص احنا كده زحناهم. تمام. ويبقى احنا زودنا دخل الفلاح 30%. تمام. وده كان فكر عالي من هذا الرجل. واتفقنا، هو قال لك عليه امبارح سيادة الوزير. وحصل اتفاق ما بينكم واتفقنا، وهو هيعرض امر مباشر على طول على السيد معالي رئيس الوزراء. وانا عارف ان هو مش هيتاخر السيد رئيس الوزراء ان هو يزود دخل الفلاح. الفلاح اللي هو لغايه النهارده ما قامش ولا عمل اعتصامات ولا عمل اضرابات، ومش معقول هذا الرجل الذي يعمل بهذه الكفاءه ما فيش هات لي محافظه من محافظات مصر ناقصها اي خضار او فاكهه او اي نوع من انواع الزراعه في مصر. المفروض نقفوا بقى مع هذا الرجل ونعوضوه شيئا ما. لا ده انتوا اهم مرحله في المرحله اللي جايه هو الفلاح.
لا يعني يعني احنا في احتمال كبير جدا يبقى في علاقات خارجيه مش تمام مع دول كتيره جدا كنا بنستورد منها قمح ولا بنستورد منها يعني ده احنا لازم نهتم بيكو اكثر اهتماما حتى من قبل كده يعني المفروض ان احنا نهتم بيكم من زمان ده انتوا اهلنا والاصل بتاع بلدنا من غير اكل مش هنعرف ناخد قرارات في اي حاجه شعور طيب ولو كلام حضرتك اتنفذ فعلا احنا داخلين على تغير مناخ على العالم كله يمكن الدكتور ايمن امبارح اتكلم معاه في هذه النقطه سيد الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعه ان تغير المناخ في العالم كله في تغير شامل في المحاصيل كمان نعم. وعدم توفرها في العالم كله هو زي ما القرآن تحدث ان سلة غذاء العالم هي مصر هي فعلا خلال 5 سنين أو 7 سنين مصر هتبقى سلة غذاء العالم فاحنا فكرنا طيب فكرنا هيوصل لغايه فين عايز. ان احنا نوصل لهذه النقطه طيب استاذ محمد انت قعدت مع الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين قد ايه في حدود ساعتين ونص طيب اتكلمتوا في ايه تاني اتكلمنا مش معقول يبقى مثلا جوده المنتج اللي بتجيني تبقى رديئه زي الزيت وبقيه التموين احنا بنيجي ليه بنصدره انضف حاجه ليه الشعب المصري ما يستفادش بانضف حاجه ليه بستغرب الشعب المصري من ارقى انواع الشعوب في العالم كله احنا اللي علمنا الناس كلها الزراعة والصناعة كل شيء النهضة بتاعت مصر هي فعلا أول حضارة قول لي أول جيش اتعمل في العالم كله فين تمام في مصر ومن الفلاحين تمام في عهد محمد علي وعلى فكرة محمد علي دي ما كانش بيقرأ ولا يكتب وتعلم القراية على سن مش عارف 45 سنة ومات وما كانش بيكتب عمل طرق وعمل ترع وعمل نظم الحياة الزراعية في مصر احنا ما بنقللش من قيمة اي انسان مصري ايا كان ثقافته اذا كان تعليمه وهو لا نقلل ابدا ولكن نرجع تاني لحضرتك الحوار اصل حضرتك كنت بشرفني هنا كذا مرة قبل كده وكنت بعمال تصرخ بان مفيش حد بيسمعك حلو مفيش حد بيسمعك في انك انت تزود القمح مفيش حد بيسمعك انك انت تزود المنتج الزراعي في مصر والشتل ويعني عدد كبير جدا من المواضيع هل اتكلمت مع سياده الوزير امبارح كان في حوار كان جميل ولفت نظري ان انا بقول له معقول ان احنا لغايه النهارده اكلنا وشربنا في الشارع مش مغلف يعني انت لو مشيت في اي سوق او في اي شارع بتلاقي الخضار بتلاقي اللحمه بتلاقي كل انواع الخضار العربيات رايحه جايه عماله بتعفر عليه وملهوش اي يعني قيمه انسانيه او حقوق الانسان ان هي بتتكلم فيها تمام ولمؤاخذه الملابس والاحذيه محطوطه ببترين وكل شويه تلاقي واحد بيمسح عندك حق فاحنا اتكلمنا لازما القريه المصريه ترجع قريه منتجه ده النهارده هل تتخيل اننا بنروح نشتروا البيض والعيش والاكل والسمنه من المدينه فين دور الريف؟ حاج محمد اتكلمت مع سيادة الوزير ازاي ممكن نحقق اللي كانوا بيكذبوا علينا فيه الاخوان في الفترة اللي فاتت في موضوع القمح؟ حضرتك في اللقاء ايام العهد اللي فات ده انا اتحدثت معاك وانت يوميها حاولت ان انت تتكلم معايا هل فعلا الانتاج بتاع مصر 9.5 مليون؟ انا قلت لك لا تمام لن يتعدى 7 مليون لسبب الارض اللي مزروعه والانتاج اللي مزروع هم تحدثوا عن هذا الموضوع قبل ما احنا نضمه الغله ودي حاجه يعلمها الله عز وجل لان اللي بيزرع هو الله عز وجل احنا علينا نمهد الارض وبنبدر القمح والعطر هو الله عز وجل تمام محدش يقدر يقول لك انت عندك انتاجيه كذا الا بعد ما تضمه وتوزن كويس هم تحدثوا عن الانتاج وكان هم سبحان الله يعلموا ما في الغيب خلينا ننسى اللي فات ما اقصدش خلينا نقول احنا عارفين ان هم كانوا كدابين خلاص عرفنا ان هم كدابين هل اتكلمت مع سيادة الوزير في ازاي نحقق فعلا اللي احنا كنا نتمناه ان شاء الله بامر الله اتكلمنا اهم شيء في هذه المرحله بناء الصوامع نعم انا عندي انتاج عالي كويس وانت ما عندكش مكان تخزن فيه هيبقى ما عملناش حاجه اتكلمت معاه قلت له لابد ان احنا نورد من بدايه حصاد القمح للمطاحن مباشر
كويس، علشان يبقى انت خدت من 2.5 ل 3 مليون استهلاك الثلاث اربع شهور اللي انت بتورط فيهم. تمام، يبقى انت مش محتاج منهم اماكن تخزنهم. يبقى انت ورطت مباشر لفين؟ كويس، للمطاحن والمخابز. حلو قوي. الباقي لازم النهارده نفكر اني لازم يبقى عندي مش اقل من 6 مليون طن ساعة تخزينية للقمح بتاعي. لو عايزين نكتفوا حتى ب 80%. نعم، لان احنا لن نكتفي 100% مش اقل من 6 7 سنين. ويبقى عندنا اكتفاء ذاتي من القمح. لازم يبقى فيه نظره موضوعيه. طيب هذه النقطه احنا اتكلمنا وقال احنا ممكن نقعدوا مع بعض نحددوا اماكن، وهم عاملين 25 صومعه مش في عهده، من فتره بانوا منهم تقريبا 10 وباقي 15 جاري حاليا تنفيذهم. كويس قوي. واحنا عندنا في حدود 3 4 صوامع هيضمهم برضو. عظيم. يعني نحاول ان احنا السنه الجايه دي ان شاء الله بامر الله بإذن ان الدكتور الله. ايمن فريد عامل موضوع ان انا هيديني الغله. أيوه. تقاول كويسه. أيوه. وهيديني الاسمده. تمام. ويتعاقد معايا. هو ده شغل العلم. يتعاقد معايا ان انا بعد ما اضم القمح اورده للجمعيه الزراعيه او من غير وسيط. انت كده عرفت ايه اللي دخلك من قبل ما تتضم بقى. عظيم. ليه بقى؟ انت عامل معايا تعاقد. نعم. انت عطتني القمح التقاوي وعطتني الكيماوي. خلاص، واضح الموضوع ده يا حاج محمد. اللقاء التاني، ليه قعدت مع وزير البترول؟ وزير البترول كان لابد ان انا نقعد مع المهندس الشريف سيد وزير البترول، وده شخصيه محترمه جدا. هو ما بيحبش على فكره الاعلام ولا الكلام ده كله، وعايز يشتغل كويس. اللي انا لاحظته فيه. ايوه. انا لما قعدت معاه قلت له انتوا هتنوا تدوا دعم طاقه لغايه امتى؟ قال لي يعني. قلت له يعني انا القريه انا بستهلك سولر للزراعه وللمعدات الزراعيه. عند القرية عندي 8 تكاتك وموتوسيكلات، طاقة مرمية في الأرض ما لها قيمة. ليه ما نعملوش طاقة شمسية في القرية المصرية؟ يبقى وفرنا الطاقة ديت، وإحنا يبقى أنا اشتغلت بالكهرباء في عمليات الري. وقال لي على فكر عالي جدا، قال لي أنا ممكن نعمل لك نموذج في أي قرية أنت هتختارها ونبدأ فيها. وهو شكل فعلا لجنة امبارح إن إحنا هنروح نعمله نموذج، والمجتمع لازم يطلع معنا يشوف. تمام. لان هو هيوفر كده ميه، لان احنا مش معقول احنا بنغدر كميه ميه غريبه الشكل. كويس. احنا حصتنا 55.5 مليار متر مكعب. ترتيبنا كام في العالم؟ اسرائيل عندها 2 مليون. عارف هي الثالثه على العالم. لازم بقى علمائنا يفكروا ازاي احنا نوفر ميه ونبدا ان احنا نستصلحه مش اقل من 10 مليون فدان، وده شيء مش مستحيل على فكره. لو في قطاع الاستصلاح اشتغل بنمط وعلم، لا هنشتغل. هذا يعني الرجل يعني انت فتحت الشريك مع سيادة الوزير انك انت ازاي ممكن توفر في موضوع السولار والجاز وكذا، بحنك انت تبقى في طاقة الشمسية. وده الطاقة الشمسية دي على فكرة على مستوى العالم هو المستقبل. هو المستقبل. انا قلت له حاجة صغيرة. قلت له وفر لي الطاقة بتاعت القرية دي لمدة سنة. انت بتدعمني بكام؟ بتدعم رغيف الخبز بكام؟ بتدعم السولر بكام؟ مبالغ غريبة الشكل. ابدأ لي في قرية. نعم. انت خلال 3-4 سنين انا مش محتاج طاقة. يعني بقت متوفرة عندي. نعمل نموذج ونشوف اخباره ايه، نتيجته ايه، وبناء عليه ممكن يتطبق في كل حتة. اخترنا محافظة الفيوم. كويس. وقرية الصديق يوسف. عظيم. ان هذه القرية بتعاني معاناة كبيرة جدا. تمام. انت كراجل متبني الفلاح، ودي لاحظتها في الفترة اللي فاتت، اتمنى ان احنا نروحوا كلنا الزياره الجايه مع السيد وزير البترول نشوفوا القريه دي ونصوروها. يا رب. لان المجتمع لازم يعرف. نعم. ان في فعلا عمل بكلام وتنفيذ ولا كلام لاجل الكلام. لا ان شاء الله بقى يبقى عمل بتنفيذ وعمل بتخطيط. والراجل على فكره السيد وزير البترول مشكورا هيتحمل كل نفق المصاريف بتاعت هذه القريه. وقال لي اعمل لك مدرسه. نعم. اعمل لك وحده صحيه ونماذج فوق ما تتخيل. يا رب. ونقيلوا القريه ونخلوا الفلاح يروي بالكهرباء. حاج محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، نقيب فلاحين مصر. امبارح ابتدينا نتكلم في موضوع الدستور.
جميل. وفي اقاويل بتتكلم في ان احنا في الانتخابات مجلس الشعب عايزين نقلل الرقم بتاع 50% بتاع الفلاحين والعمال، مش بهدف ان احنا نقلل من قيمتهم ولا اهميتهم ولا من مكانتهم، ولكن عايزين نقلل بحيث ان احنا نقدر نركز في العدد الصغير اللي هو يبقى اقل من 50 بان هو فعلا يبقى فلاح وفعلا يبقى عامل، لان على مر السنين الطويله اتضح ان احنا بيخش مجلس الشعب واحد ولا ليه دعوه بالفلاح ولا ليه دعوه بالعامل. كان رايك ايه في لما الموضوع ده اتفتح؟ طبعا المستشار الجليل المستشار عوض اللي هو نائب السيد رئيس الجمهوريه، هم بذلوا مجهود، 10 المستشارين دول بذلوا مجهود في الفتره اللي فاتت دي، اثبتهم ناس وطنيين من طراز فريد، وجم اتكلموا في 50% عمال الفلاحين. انا لن نترك حقي في مجلس الشعب طبعا كفلاح طبعا، لان انا 40% من المجتمع. انا اللي بشتغل. صح. انا لما العجله بتاعتي بتدور كل المجتمع بيدور، العربيه بتدور، المهندس بيشتغل والدكتور بيشتغل، كل المجتمع بيشتغل ورايا. ما فيش انا لو وقفت ولا في اكل ولا شرب كل البلد وقفت اوتوماتيك، ما فيش خلاف على الموضوع ده. لو الفلاح ما اشتغلش البلد كلها وقفت، ما فيش خلاف على الموضوع ده تماما. حلو، ابقى انا ليا حقي الدستوري ان انا امثل كفلاح الفلاح الحقيقي. مين هو الفلاح؟ هو احنا بس ينقصنا تعريف الفلاح الحقيقي والعامل الفلاح الحقيقي. اما انت بتدي حاجات ميزية او نسبية لافراد المجتمع لمدة مثلا 10 سنين، لازم تثقفني الاول، اديني الثقافة الاول، وبعد كده امنع عني وانا اعرف انا اشتغل مع، لان مش معقول ان الفلاح مش عاوز 50% كلها. اديني نسبة بس. مين هو الفلاح؟ الفلاح من يفلح الارض وليس لديه مصدر رزق اخر. ويبقى في قوانين ويبقى في قوانين واضحه، مشكلتنا تطبيق القوانين. ايوه على فكره احنا ولا ناقصنا دستور ولا ياما شويه. تخيل حضرتك ان دستورنا هو قران والسنه بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا لو كلنا اتبعنا القوانين اللي هي بتنزل في نعم. مجلس الشعب نعم. او الشورى، نعم. احنا هنبقوا من اعظم دول العالم. يعني حاج محمد عشان انا فقرتي خلصت، انت ما عندكمش كنقيب، ما عندكمش مانع كنقيب فلاحين والفلاحين انك انت ال 50% دي تقل، ولكن بقوانين تحكم بجد الناس او الشخص اللي هيخش مجلس الشعب يكون فعلا فلاح. ليه انت يعني انا عاوز واحد، كنا كلهم، انا كنت في الجامعات الاساسيه اللي فاتت دي وانسحبت منها تمام بسبب ان كل واحد كان موجود يقول لك انا فلاح. عملت ايه للفلاح؟ ايه انا ليه 5 مواد ينحطوا في الدستور؟ 5 مواد اساسيه للفلاح. سريعا يا حاج محمد لحسن فقرتي خلصت. سريعا، نمره 1 التامين الصحي للفلاح. ان انت كدوله بتدعمني في ايه؟ انا اللي بدعم الوحيد اللي بيدعم الدوله هو الفلاح. انا باخد كل حاجتي بالسعر الطبيعي، وانا اللي بدعم الدوله انها بوفر لها الاكل والشرب. نمره 2 الصحه، كل بلاد العالم مهتميه بالفلاح في صحته. نعم. انا في صحتي اما بتعب ببيع ارضي وانتهينا على كده. نعم. معاشي. انا ليه الوحيد اللي انا بشتغل وانا عيل طفل بسرح ورا ابويا، وانت بتبدا شغلك وانت عندك 20 سنه و22 سنه و25 سنه بعد تخلص المؤهل بتاعك. نعم. انت بتاخد معاشك على سن 60 سنه وانا على 65 سنه ليه؟ مع العلم انا المفروض اخد معاش الاول قبليك، لان انا بشتغل قبليك وانا اللي بنتج قبليك. نعم. انا سن المعاش بتاعي على سن 60 سنه زي بقيه المجتمع، وده كل عن 500 جنيه. انت بتديني 70 80 جنيه معاش السادات الله يرحمه اللي هو عطاهولنا، 70 جنيه ولا 80 جنيه ولا ال 100 جنيه اللي انت بتتكلم، ولا إيه؟ ولا ال 200 جنيه اللي انت بتتكلم عنهم. انا هدفع كهرباء وبدفع ميه وبدفع نعم. مدارس نعم. وعلاج نعم. وانا بيبقى السن خبر ومصاريف علاج كتير. تمام. لازما الاسره دي دخلها يبقى دخل محترم يكفي اسره ما يقلش عن 500 جنيه. نمره 4 ايوه اتفضل. الاراضي الصحراويه، انت لما بتخلص المؤهل بتاعك بتروح تشتغل وتلاقي وظيفه، انا عيالي يروحوا فين؟ يشتغلوا فين؟ يبقى توفير اراضي مستصلحه للفلاحين. نمره 5 دعم مستلزمات الانتاج، انت ليه ما بتدعمش الفلاح؟
لازم ما تكتبليش زي ما كان في حرب في الجامعات التأسيسية التانية معايا ان هم عاوزين يكتبوا توفير مستلزمات الانتاج وانا اقول لهم دعم مستلزمات الانتاج ليه؟ انت وفرت لي سكارة الاسمدة النهارده ب 100 جنيه بعد شهر هتقول لي 200 جنيه ما اقدرش اتكلم معاك انما لما تدعمها لي يبقى انا متوفرة بالنسبة لي. حاج محمد عبد القادر نقيب الفلاحين نورتنا وشكرا جزيلا ليك وديلا تاني ان شاء الله ويبقى في انجاز باذن الله تعالى يا رب ودي اللي احنا بتمناه وبدعي لكل المصريين ابداوا بقى عمل لان البلد واقفه. شكرا أرجوكم. انك انت خصصت لنا السبق بتاع الخمس فدادين ربنا يخليك واتمنى من كل الوزراء بقى تقف مع شكرا جزيلا لحضرتك هذه الاسر وتقف معاهم. فاصل وراجعين حالا.